في يوم من الأيام ذهب طفل في سن العاشرة إلى متجر فيه هاتف أرضي، وكان الطفل قصير القامة تبدو عليه ملامح الذكاء والاجتهاد. وضع كرسيا من أجل الوصول إلى الهاتف وقام بالاتصال بسيدة كبيرة في السن، وكل هذا كان يحدث أمام صاحب المتجر. تحدث الطفل إلى السيدة وطلب منها أن يعمل في تنظيف حديقتها والعناية بالنباتات، ولكن السيدة رفضت لأن لديها من يقوم بهذا العمل بإتقان وأمانة، فطلب أن يعمل مقابل نصف الأجر فرفضت أيضا. عندها قال إنه يحرس البوابة ويغسل السيارة، فرفضت عرضه مكررة له أن شخصا يعمل عندها يقوم بكل هذا بمهارة وهي لا تستغني عنه، فأغلق الطفل الهاتف شاكرا إياها. عندها طلب صاحب المتجر من الصبي أن يعمل عنده لما رآه فيه من همة وجدية في السعي للعمل، لكن الصبي رفض ذلك وقال بثقة مفاجئة إن من يعمل عند هذه السيدة هو أنا، وكنت أريد فقط اختبار مدى رضاها عني وعن عملي. وانصرف بعدها تاركا صاحب المتجر في دهشة كبيرة.